ليست هي مأجورة وإنما هي من تقود هذه الحرب السياسية. لا لا لازم يعني تفبرك، لازم تضحكوا معنا، تفبرك تفبرك وتكذب على الناس، تعرض صورا من اليمن وتكتب عليها من بنغازي مباشرة. نتابع هذه اللقطات. حديثك وانا عم اقول انه قناه الجزيره ما عم تطلع الحقيقه، والحقيقه هي اللي عم تطلع، ربع الحقيقه اللي عم تطلع على الجزيره، يعني مو الحقيقه كامله، ربع الحقيقه، مثل ما صار في مصر، مصر لما صارت الثوره. نعم يعني يتحدث الصورة من يدعون عنها من بنغازي وهي من اليمن والشريط الإخباري مكتوب عليها سوريا، يعني ربما فعلا دقت ساعة الجان على هذه القنوات. لازم تضحكوا، ولازم تضحكوا. ها ها هو قاعد ها شنو، إذا جردوا يوما أراد الحياة فلا بد أن تستجيب قطر. هذا شلغه ما شفتوه، هذا وليد صغير والله نفرحك ونضحك معك. هذا ابو سعديه، تفطوه ابو سعديه، هذا هو ابو سعديه المجلس الانتقالي. نعم نختم هذه الحلقه، وصلنا الى الختام مشاهدينا، لا يسعني في ختامها الا ان اجدد الشكر والتحيه للاستاذ الدكتور يوسف شكير الباحث والمحلل السياسي، تحيه طيبه ونلتقي غدا باذن الله. معلش وزعلنا.